الكبير. أثار المرسوم الرئاسي الصادر مؤخراً بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والمتعلق بجواز التلقيح ضد فيروس كورونا. الجواز هذا هو عبارة على وثيقة تثبت إنهاء الجرعات اللازمة، ويمكن استخراجها في وثيقة عادية أو تحميلها على الهاتف الجوال. بيان سور كي باش يدخل حد فاكسيني البلاصة اللي هي مسكرة وفاسيل إنه الفيروس يتعادى فيها، كيدا الناس كل فاكسيني ما فما حتى حد باش يمرض. أنا نحس الحكاية هذيك تهديد باش عباد تزرق، ما نصوريش باش تصير يعني. ولده ولا بنته البرة بالشارع ماهوش ملاقى ما يدخلوش للدار. أنا حريتي وأنا نحكم فيها. تحب تلزم عليا باش ما نسافرش باش ما ندخلش الأماكن العمومية، ندخلش الإدارة، هذه كحاجة أخرى. هذا واحد يمشي يحفر حفرة ويرمي روح ويردم روحه في قبر. وزارة الصحة من جانبها تأكد أنه المرسوم لا يجبر التونسيين على تلقي التلقيح، وأنه من الممكن على من لهم موانع طبية ضد التلقيح الحصول على جواز يثبت ذلك. المرسوم جاء ما ألزمهمش مباشرة وأن يمشيوا يلقحوا، فقط أنه أعطى أجل معين للناس هذوما اللي هو أجل شهرين باش الناس هذوما يمشيوا يلقحوا، وكان ما يلقحوش هو مش باش يتعاقبوا، لكن كان ما يلقحوش راهو ثم فضاءات عمومية ما عادش ينجموا يدخلوها بدون جواز تلقيح. الجواز الصحي يجي في وقت أكد فيه أعضاء اللجنة العلمية أنه الوضع الوبائي في تونس مستقر، وأنه الهدف منه الحفاظ على الصحة العامة. عدد المرضى المقيمين في المؤسسة الصحية معناها بسبب الكورونا على قاعدة تراجع، نسبة التحاليل الإيجابية استقرت أقل من 5% بعدة أسابيع. انفراج هذا في حد ذاته مش معناها يعني اللي كما يقولوا نجزناها أو معناها ما عادش عندنا كوفيد. هذاك علاش فما حاجتين عندنا ديما اللجنة العلمية توصي بهم، هي أولا مواصلة احترام البروتوكولات الصحية، حاجة ثانية هو كونه معنا الحث على التلقيح. وفي انتظار شهر ديسمبر تاريخ بداية العمل بجواز التلقيح وخوفا من موجات جديدة من الكورونا، تقرر مؤخرا عودة إجبارية الاستظهار بتحليل البسيار للقادمين من الخارج بما فيهم الملقحين، حفاظا على معناها المجموعة الوطنية وحفاظا ولي معناها تنقيس من الريسك احنا نقوله بتاع انتشار الفيروس. تم معناها طلب ووجوب استظهار البسيار بما فيهم الناس اللي ملقحين. ومع استمرار حملات التلقيح في بلادنا، يذكر انه عدد الملقحين اللي استكملوا جرعتين في تونس بلغ اكثر من 4.5 مليون ملقح، كما انطلقت بلادنا في تعزيز مناعه بعض الفئات بالجرعه الثالثه من اللقاح. في الجرعه الثالثه بدينا بالفئه هذه، هم الناس بدينا بالناس اللي عمرهم 75 سنه وما فوق، اللي هم لهم اكثر من 5 شهور من اللي خذاو جرعة ثانية، وباش نهبطوا زادة الأعمار ما بين 60 وما فوق، معناها 60 إلى 75 وحتى 50 إلى 60، دونك الفئات هذه العمرية اللي متقدمين في السن. وأيضا فما فئة متاع الناس اللي عندهم أمراض، خاصة منها الأمراض التي تتزامن مع نقص في المناعة، وأيضا فما الطاقم الصحي. في المقابل بعض التوانسة تسألوا على مدى قانونية فرض جواز التلقيح في وقت يكفل فيه الدستور حرية التجول والتنقل والحق في الشغل، واختاروا التعبير عن رفضهم لإجبارية الجواز بوقفات احتجاجية. أولا نحب نأكد أني أنا مع التلقيح، ولكن المرسوم الذي صدر بالصيغة التي صدر فيها فيها تهديد وانتهاك لحقوق الإنسان، وبالتالي أعتقد أن هنالك مغالاة، ثم مبالغة كبيرة في الجانب الزجري، وخاصة لما نوصل إلى مسألة حتى الحق، معنى الحرمان من الحق في العمل والحرمان من الحق في الأجر من خلال تعليق يعني عقد الشغل، وهذه مسألة خطيرة جدا. لم تعد الإجراءات اللي اتخذتها كل دولة على حدة كافية لمواجهة أزمة كورونا العالمية، وقد يوفر الحظر والحجر الصحي حماية على المدى القصير، لكن أغلب الدول أصبحت تحتاج إلى مقاربة مرنة وطويلة الأمد مثل وثيقة هوية صحية عالمية تأخذ في الحسبان كل المخاطر والحذر من موجة جديدة في المستقبل.